السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا عن عجائب مناجاة الله جل جلاله. المناجاة هي إخلاص الدعاء لله رب العالمين، هي التقرب إلى دوائر الحب الإلهي، هي بذل كل الهمة والجهد كي يتقبلها المولى جل جلاله. وتعتبر المناجاة أعلى درجة من الدعاء، حيث يحتاج فيها العبد إلى الإخلاص في توجهه إلى الله، والابتعاد عن كل ما يوقع في قلبه الشك على قبول دعائه. وأصل كلمة المناجاة والنجوى في اللغة هي المكان المرتفع في الأرض كأنك ترفعه عن غيره. قال الله عز وجل في وصف سيدنا زكريا عليه السلام: إن نادى ربه نداء خفيا. كان سيدنا زكريا يقوم من الليل وقد نام أصحابه، فأخذ يهتف بربه يقول خفية: يا رب يا رب يا رب. فقال له الله تعالى: لبيك لبيك لبيك. فاستجاب الله دعوته. المناجاة الخفية محبوبة عند الله تعالى إن تكون بنية خالصة خالية من الرياء والسمعة. لهذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الخفي. والمراد بالعبد الخفي الذي يكثر من عبادة الله في الخلوة. المناجاة لله تعالى أيها الأحباب تعتبر من أكثر الأمور التي يجب أن يحرص عليها الإنسان المسلم، لا سيما في جوف الليل، فهي تقرب العبد من ربه وتجعله يستجيب لمناجاته وما يرغب فيه. المناجاة تكون مخاطبة لله سرا أو دعاء بين الإنسان ونفسه، بحيث يطلب من الله حاجته بقلب طاهر وسليم وبإخلاص وخشوع تام. في المواسم الربانية كرمضان أو موسم الحج أو أي موسم من المواسم الدينية تحلو لذة المناجاة لله رب العالمين، لأنها لذة من أعظم لذائذ الدنيا. لو علمها الملوك كما قال أحد الصالحين لقاتلون عليها. بعض الصالحين يقول: لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. ففي الليل تحلو المناجاة والتضرع لله رب العالمين. المناجاة هي جنة الدنيا، تعمر وتسعد القلب وتسكن لها الجوارح، فيتم الشعور بالراحة والطمأنينة والسلام ساعة تتصل النفس بخالقها وتصفو وتستشعر عظمته، فتنزل الدمعة ويرق القلب ويخشع، وتكون لحظة تجلي مع الله. إن سألته أعطاك، وإن دعوته استجاب لك، فلا استئذان ولا حاجب ولا بواب عند ملك الملوك. وأنت في خلوة مع الله لن تحتاج إلى لسان طليق أو بلاغة أو بيان، فأنت تتكلم
مع من يعرف حاجتك قبل سؤالك، فمناجاتك بين يديه سبحانه دليل من دلائل رضوانه ورضاه. أليس هو من اختارك وأوقفك بين يديه وابتلاك ليسمع تضرعك؟ لا إله إلا الله. أيها الأحباب، هل تعلمون الفرق بين المناجاة والدعاء؟ الدعاء يكون على ثلاث أوجه: إما دعاء الطلب، وهو أن تطلب من الله تعالى خيري الدنيا والآخرة، هذا يسمى طلب جلب. وهناك دعاء استعادة، كأن تطلب من الله تعالى أن يدفع عنك مضرة أو يصرف عنك سوءا، وهو طلب دفع. أما المناجاة فهي أنك تحب أن تكلم الله. مرة تشكو له نفسك الأمارة بالسوء، ومرة تبته محبتك وشوقك، وحينا تقوم بتعظيمه وإجلاله. لا إله إلا الله. أيها الأحباب الكرام، نتعرف عن كيفية المناجاة لله عز وجل. المناجاة لله تكون بالخشوع والتقرب من الله بقلب خال من الذنوب، طاهر من الخطايا. نوحد الله، نحمده، نثني عليه، وندخل أسماء الله الحسنى المناسبة في مكانها وموضعها، نجعلها كلمات الدعاء بما يتناسب معها. ونحن نناجي الرحمن لا ننسى أن نثني على الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، لكن لا بد من التوجه إلى الله بشكل مباشر ودعائه بصفاته وبكل ما يشعر بقربه وعظمته وقدرته. نسأل الله تعالى سؤال الرحمة والمغفرة والثقة بقدرته. نتدلل بين يدي المولى عز وجل، وننكسر، ونختم دعاءنا دوما بقولنا آمين، وبالصلاة على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نحرص على مراعاة آداب المناجاة، فلا بد من اختيار الأوقات الفضيلة والشريفة، سواء من السنة أو الشهر أو الأسابيع، كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة من كل أسبوع، إضافة إلى وقت السحر. لا بد من اغتنام الأوقات التي يتنزل فيها الله عز وجل إلى السماء الدنيا، تصديقا لقول الله تعالى: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ وعلينا أيضا اغتنام الأحوال الشريفة كنزول الغيث واستقبال القبلة ورفع اليدين إلى السماء حتى يظهر بياض الإبط، وخفض الصوت بين الجهر والمخافتة، وذلك تصديقا لقول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. علما أن المقصود بالصلاة هنا في الآية هو الدعاء، فعلينا أن نفتتح الدعاء بذكر الله قبل ذكر السؤال، وأن نجدد التوبة إلى المولى عز وجل، ونقبل عليه بكل أنفسنا وقلوبنا، ونحرص على رد المظالم إلى أهلها، وأن نتأدب تأدبا داخليا مع الله. وفي دعائنا نتجنب تكلف السجع في الدعاء، لأن التضرع والمناجاة لا يناسبها التكلف. وعلينا أن نحرص على الخشوع والتضرع والرغبة والرهبة، تصديقا لقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وعلينا أن نجزم بالدعاء واليقين بالإجابة والتصديق برجاء الله، وأن نلح في الدعاء، وأن نكرره مرارا أكثر من مرة.
هذه المناجات لها أيضا أركان، فأول أركانها أن نخلص النية لله رب العالمين، لأن الإخلاص هو من أركان الإيمان التي أمر بها الله عز وجل في كتابه العزيز. فعلى المناجي ربه أن يخلص له المناجات، فلا يسأل أحدا غيره ولا يستعين بسواه. أما الركن الثاني فهو الاستمرار والدوام، نستمر على المناجات ونديم عليها دون ملل ولا سأم. ثم علينا أن نكثر من التدبر والتأمل في الكون من حولنا، كل شيء يذكرنا بالله. وعلينا أن نحرص على السرية، فالمناجاة سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد. فإذا حققنا هذه الأركان الأربعة استطعنا العودة إلى الله سبحانه وتعالى فيستجيب لنا. فإذا استجاب الله لنا لأننا عدنا إليه تقوى إيماننا وصلب. هناك مواطن كثيرة يناجي فيها المؤمن ربه، فمن أراد أن يناجيه أولا فليقرأ القرآن، حتى قال بعض العلماء أن هناك أكثر من 20 سورة تفتتح بالمناجاة من تحميد وتسبيح وتنزيه، كما جاء في سورة أوائل في أوائل سورة سبأ، وفي سورة تبارك، وسورة الجمعة، وغيرها كثير. كذلك أيها الأحباب الكرام، من مواطن التي نناجي فيها المولى قراءة الفاتحة، هي مناجاة حقيقية بين العبد وربه، فهي ذلك الرباط الروحي الذي يصل العبد بمولاه فيزداد ثباتا، ولا تتزعزع عقيدته ولا تضعف عزيمته، لأنه دائما الاتصال بالله، كما جاء في حديث مسلم إن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. كذلك أيها الأحباب الكرام، علينا أن نكثر من أدعية الصباح والمساء في المناجاة، فهي مناجاة عظيمة. أن نقول مثلا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، هذه مناجاة. أيضا نحرص على أن نذكر الله وقت السحر، هو الوقت الأمثل للمناجاة، وربنا امتدح هذا الوقت بالذات في كثير من الآيات، لأن العبد بقيامه ومناجاته يخالف عادة الناس في النوم والخلود للراحة، وبذلك يكون قد آثر طاعة ربه وقربه منه على راحته. قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وطبعا عند الدعاء والمناجاة لابد أن نحرص على مراعاة شروط استجابة الدعاء والمناجاة، وهي معرفة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. نعرف إبداع الخالق ونعرف تجليات خلقه، ثم نقبل على الله تعالى بقلب خالص، وأن نحسن الظن به جل جلاله، وأن نقصر الرجاء فقط على الله دون سواه، وأن نكثر من تمجيد الله والثناء عليه قبل الدعاء، وأن نعمم في الدعاء ليشمل جميع المسلمين. انظروا أيها الأحباب الكرام إلى مناجاة المصلين، نحن جميعا نناجي المولى عز وجل يوميا أكثر من 17 مرة، ومنا من لا يدري ذلك. يا لعظمة تلك المناجاة، مناجاة المصلين التي تكون بين العبد وربه
حين يجيب الله عبده إن تلا آية الفاتحة في صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا لهناء المصلي حين يكرم بتلك المناجاة الحتمية كل يوم وليلة 5 مرات، ويزيد من ذلك الشرف والفضل بقدر ما زاد من صلاته وأتقن. يقول أحد الصالحين: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين الماء والمحراب، تدخل إن شئت على ربك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، من مثلك يا ابن آدم؟ فعلينا أن نتأمل الأدب الشرعي للمناجاة الإلهية في الصلاة. فالصلاة لما كانت صلة بين العبد وربه، وكان المصلي يناجي ربه وربه يقربه منه، لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهرا في ظاهره وباطنه. لذا شرع للمصلي أن يتطهر بالماء فيكفر ذنوبه بالوضوء، ثم يمشي إلى المساجد فيكفر ذنوبه بالمشي، فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته الصلاة. وأدب المناجاة في المنصرف بالتحيات والسلام، فالمصلي يناجي ربه ما دام يصلي، فلا ينصرف حتى يختم مناجاته بتحية تليق به، ثم يحيي خواص خلقه، ثم يدعو لنفسه، ثم يسلم على الحاضرين معه، ثم ينصرف. فاستشعار مناجاة العبد ربه في صلاته واستحضار عظمتها والتحلي بها لها آثار بالغة الحسن، إذ بها يحقق العبد مقام الإحسان. يقول الإمام ابن رجب: فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي ربه، وخشوعه له، وتأدبه في وقوفه بين يديه، فلا يلتفت إلى غيره بقلبه ولا ببدنه، ولا يعبت وهو واقف بين يديه، ولا يبصق أمامه، فيصير في عبادته في مقام الإحسان يعبد الله كأنه يراه. وباستشعار تلك المناجاة يكون تلدد العبد بصلاته، وتغدو قرة عين له، ومسلاة لهمه، ومقضاة لحاجته، كما كانت قرة عين لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومهرعا إليه كلما حزبه أمر أو أهمه. فما تلدد المتلددون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. فاجعلوا أيها الأحباب، اجعلوا حوائجكم التي تهمكم في الصلاة المكتوبة، فإن الدعاء فيها كفضلها على النافلة. وبالمسارعة إلى تلك المناجاة وحسن مراعاتها يكون رضا المولى جل علاه. ويستدل لذلك بأن الله تعالى لما استدعى موسى عليه السلام لمناجاته وكلامه أسرع إليه، فقال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فدل على أن المسارعة إلى مناجاة الله توجب رضاه. ونهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر وتحقيقها ذكر الله أكبر إن استشعر المصلي مناجاة ربه في صلاته، إذ به تكون إقامة الصلاة. لهذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إلهنا خالقنا ربنا، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح،
يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا. نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار، نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار، وأن تجعلنا من أهل الجنة الأبرار، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك ما يفجرك. يا الله، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يا الله، يا ربنا، إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. أنا البائس الفقير، أنا المستغيث المستجير، أنا الوجل المشفق، أنا المقر المعترف بذنبه. إلهنا، خالقنا، رازقنا، أسألك يا ربنا مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم لك أنفه. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا رب العالمين، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عمرتي، يا مقيل عثرتي. يا إلهنا، يا رب العالمين، يا رب العالمين، رب البيت العتيق، يا مفرج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل خفية، ارحمنا برحمتك الواسعة، ارحمنا برحمتك الواسعة، ارحم ضعفنا يا رب العالمين، ارحم تفريطنا، وتجاوز عن سيئاتنا. ربنا، خالقنا، رازقنا، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأراضين، أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. سبحانك يا لطيف ما ألطفك، يا رؤوف ما أرحمك، يا حكيم ما أتقنك، سبحانك من مليك ما أمنعك، سبحانك من جواد ما أوسعك، سبحانك من رفيع ما أرفعك، سبحانك يا ذا البهاء والمجد والكبرياء والحمد، يا من بسطت بالخيرات يدك، كم من بلية ابتليتني بها قل لها عندك صبري، فيا من قل عنده نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، يا من رآني على المعاصي فسترني ولم يفضحني، يا ذا النعم التي لا تحصى أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، أعني على ديني ودنياي، أعني يا رب العالمين، فإنني ضعيف وأنت القوي. اللهم استجب رجائي واقبل دعواتي ولا تردني خائبا. يا الله، أناجيك مناجاة المفتقرين. إلهي، كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتي لا يبلغها إلا فضلك،
وخلتي لا يسدها إلا طولك، وحاجتي لا يقضيها غيرك، وكربي لا يفرجه سوى رحمتك، وضري لا يكشفه غير رأفتك، وغلتي لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفئها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دين الدنو منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفيه إلا طبك، وغمي لا يزيله إلا قربك، وجرحي لا يبرئه إلا صفحك، وريد قلبي لا يجلوه إلا عفوك، ووساوس صدري لا يزيحه إلا أمرك. فيا الله يا الله، يا منتهى أمل الآملين، يا غاية سؤل السائلين، يا أقصى طلبة الطالبين، يا أعلى رغبة الراغبين، يا ولي الصالحين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا ذخر المعدمين، يا كنز البائسين، يا غيات المستغيثين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، لك تخضعي وسؤالي، إليك تضرعي وابتهالي، أسألك اللهم أن تنيلني من روح رضوانك، وتديم علي امتنانك، وها أنا بباب كرمك واقف، ولنفحات برك متعرض، وحب حبلك الشديد معتصم، وبعروتك الوثقى متمسك. إلهي ارحم عبدك الذليل، ذا اللسان الكليل والعمل القليل، وامدد علي بطولك الجزيل، واكنفه تحت ظلك الضليل، يا كريم يا جميل يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت إلهي، أغلقت الملوك أبوابها، وبابك مفتوح للسائلين. إلهي غارت النجوم ونامت العيون، وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إلهي إني ألتمس رحمتك وعفوك، فإن عذبتني فإني مستحق عذابك، وإن عفوت عني فأنت أهل الجود والكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.